السلام عليكم مساء تانية، معكم زميلكم تام محمد امتياز. ان شاء الله نشرح النهاردة محاضرة سكين كور ديزيز. يلا بينا. قبل ما نبدأ طبعا يا ريت دايما تفتكروا زمايلنا من دعواتكم، ان ربنا يسكنهم يا رب الفردوس الأعلى من الجنة ويصبر أهاليهم ويلحقنا بيهم على الإيمان والإسلام. الأوتلاينز بتاع المحاضرة بتاعتنا، هنتعرف يعني ايه أصلا التعريف بتاع الاسكيميك هارت ديزيز وأسبابه. هنعرف ان في نوعين من الاسكيميا، كرونيك اسكيميا يعني حصلت على فترات أو بطريقة جراديوال، وايه الحاجات اللي بتنتج عنها، والأكيوت اسكيميا، وهنتكلم عن الـ MI اللي هو أصلا يعني يعتبر أهم جزء في الموضوع. definition الاسكيميك هارت ديزيز. ايه الاسكيميك هارت ديزيز دي؟ بيبقى جروب من سيندرومز ريليتد تو المايوكارديال اسكيميا. يعني ايه اسكيميا اصلا؟ اسكيميا يعني عضلة القلب مش وصل لها دم كافي، او ممكن يكون وصل لها دم بس الدم دوت مش بيكفي الاحتياجات بتاع العضلة اللي يخليها تشتغل بكفاءة وتضخ الدم لباقي الجسم. تمام، فهو بيبقى imbalance between the perfusion and the demand of the oxygenated blood. تمام. طيب ال usually الاسكيميا دي عامة أو أشهر سبب ليها هو الأثيروسكليروسيس، وأعتقد هيبقى عندكم محاضرة بالتفصيل عن إزاي الأثيروسكليروسيس ده بيحصل وكده. طيب الأثيروسكليروسيس دي هو عبارة يعني مبدئيا كده هو بتبقى أثيروما بتتكون في الفيزل وبتعمل نارنج في الفيزل، يعني اليوم بتاع الفيزل نفسه بيضيق، وبالتالي الدم اللي رايح للعضو اللي بيغذيه الفيزل ده بيبقى قليل. طيب الأعراض اللي هتنتج عن الاسكيميا دي ايه؟ هناخدها كده كتدريجيا، مثلا الاسكيميا بتبقى هادية شوية، وبالتدريج بقى كل ما الاسكيميا بتعلى بيحصل ايه؟ أقل حاجة خالص بنبدأ بالأنجينا، بعد كده بقى ممكن الموضوع يتطور معايا لحد ما يحصل مايوكارديال انفلكشن لجزء من عضلة القلب يموت. تمام، بنسميها هارت اتاك. طيب ايه اسباب الاسكيميك هارت ديزيز؟ احنا قلنا اشهر سبب الكوروناري اثيروسكليروسيس. تمام، طيب ايه الاسباب التانية برضو؟ اورتيك ستينوزيس او الجيج. انا عندي لو الصمام اللي هو الاورتيك فالف، لو في ستينوزيس الدم اللي هي المفروض اللي يطلع من عضلة القلب ويتدخل باقي الجسم هيبقى قليل. طيب لو عندي اورتيك ريجيج، انا كده عندي الفالف في انكومتنس، الفالف مش شغال كويس او مفوت زي ما بيقولوا، فانا وقت السيستول ايه اللي هيحصل؟ الدم هيرجع تاني في عضلة القلب. تمام، فبالتالي جزء كبير من الكاردياك اوت بوت اللي طالع من القلب هيرجع تاني، فبالتالي مفيش دم هيوصل بشكل كفاية لايه، للعضلة ذات نفسها ولا للجسم ذات نفسه. طيب ايه تاني من الاسباب؟ سيفيليتك نارنج اوف الكوروناري اوستيا، فتحات الكوروناري دي ممكن مثلا لو حد مصاب من السيفلس او كده بيعمل نارنج فيه. طيب او الشوك، مثلا حد حصل له نزيف، مثلا ضغطه قل، مثلا او حد مثلا هو الشوك مثلا نتجت عن الاليرجي او كده، عنده كان عنده حساسية من حاجة انفلاكتيك شوك او كده، بيبقى فيه هايبوتنشن، الدم اللي ما بيبقاش فيه يعتبر دم رايح للقلب كويس، فبالتالي القلب مش هيضخ الدم لباقي الجسم فيحصل شوك في الجسم كله يعني. تمام، طيب في حاجة عايزة نتكلم عليها الأول قبل ما ننتقل الموضوع، عشان دي هنحتاجها بعدين. أنا عندي ده الليفت فينتريكل وده الرايت فينتريكل. تمام، عندي ده الانتيرير، هنعتبر ده الانتيرير، جزء الانتيرير وده جزء البوستيرير. طيب الكورونري ارتري دي تلات دي فروع، يعني دي تلات فروع اساسيه ومهمه جدا عايزين نعرفها. اللي بيغذي الانتيرير وول بتاع الليفت فينتريكل، تمام، مع الجزء اللي هو الانتيرير انترفنتريكولار سيبتم بتاعه اللي هو جنبه، ده اللي بيغذي الارتري اسمه ليفت انتيرير ديسندنج كورونري ارتري اللي هو اللي انا بشاور عليه ده. يبقى ده بيغذي الانتيريور بتاع الليفت فينتريكل والادجسنت الانتيريور انترفنتريكولار سيبتم اللي جنبه. تمام، طيب ايه تاني من الفروع المهمة عندي؟ الرايت كورونري ارتري. طب ده بيغذي ايه؟ احنا اعتبرنا الفيو اللي فوق ده البوستيريور، ده بيغذي البوستيريور وول بتاع الليفت فينتريكل
مع البوستير، مع جزء البوستيرير سيبتم، يعني البوستيرير يعني يغذي البوستيرير بتاع الليفت فينتريكل والجزء اللي جنبه من السيبتم، بس البوستيرير مش انتير. تمام. طيب ايه عندي من الفروع التانية برضو مهمة؟ السيركمفليكس. يبقى ده رأي الكورونري ارتري. ايه برضو الفروع المهمة اللي عندي؟ سيركمفليكس كورونري ارتري، ده بيغذي اللاترال وول بتاع الليفت فينتريكل. طيب، وعلى اساسه اما نيجي نقول انفراكشن، لو الفيزل اللي هيبقى فيه مشكلة هيحصل انفراكشن في المنطقة اللي بيغذيها. يعني مثلا لو حصل اوكلوجن للسيركمفليكس كورونري ارتري، ايه المنطقة اللي هيحصل فيها انفراكشن؟ اللاترال وول بتاع الليفت فينتريكل. طيب لو حصل اوكلوجن في الليفت انتيريور ديسيندنج كورونري ارتري، ايه المنطقة اللي هيحصل فيها انفراكشن؟ هيبقى الانتيريور وول بتاع الليفت فينتريكل مع الجزء الانتيريور سيبتوم اللي جنبه. طيب لو حصل اوكلوجن للرايت كورونري ارتري، ايه المنطقة اللي هيحصل لها انفراكشن؟ البوستيرور وول بتاع الليفت فينتريكل مع الجزء اللي جنبه من السيبتوم، الجزء البوستيرور سيبتوم اللي جنبه. تمام كده. الاسكيميا عامة في منها كرونيك واكيوت. كرونيك هتتمثل لي في الانجينا بكتوريس، والاكيوت عذرني يا جماعة، والاكيوت هيتمثل لي في الايه؟ في المايوكارديال انفراكشن. طيب نبدأها واحدة واحدة كده. ايه تعريف الكرونيك؟ كرونيك يعني حاجة بتحصل على فترات طويلة، حاجة بتحصل جراديوال مش مرة واحدة. تمام. يبقى جراديوال انكمبليت كورونري اوكلوجن، يعني اللي بيحصل ان الكورونري ارت ده بيتقفل، بس الطريقة ايه؟ جراديوال، ومش قفل اللي هو قفل تام، لا هو بيبقى انكمبليت، يعني مش كومبليت، يعني مش الارتري كله اتقفل. تمام. طيب الاسكيميا دي يعني بيبقى الكرونيك اسكيميا دي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى باتش اسكيميك اتروفي في المايكارديوم، هي عضلة القلب مش وصل لها دم كويس، فبالتالي هيحصل اتروفي في العضلة دي. تمام. ويبدأ العضلة دي يحصل لها برضو شوية فيبروزس. طيب الكوزيس اشهر سبب واللي تركزوا عليه قوي هو الاثيروسكلروسيس، جراديوال بروجريسيف كورونري اوكلوجن ديو تو كورونري اثيروسكلروسيس. طيب ايه تاني من الاسباب اللي تعمل كورونري اسكيميا؟ حد مثلا انيميك على طول معظم الوقت، حد عنده انيميا. تمام. بالتالي مفيش دم واصل لعضلة القلب كويس، فبالتالي مفيش دم واصل لعضلة القلب كويس، والقلب اصلا مش قادر يضخ برضه كمية الدم كافية للجسم. طيب التلاتة الفنتريكولار هايبرتروفي، الهايبرتروفي دوت اما بيبقى فيه هايبرتروفي في الفنتركل، برضو الفنتركل مش بيقدر برضو يضخ الدم كويس برضو. تمام. فبالتالي الكوروناري ارتريت مش هيحصل لها فيلينج كويس. تمام. فبالتالي مش القاعدة ذات نفسها مش هتعرف تتغذى. طيب برضو الحاجات اللي بتزود اللود على القلب، ان يعني القلب ما بيجي يضخ الدم بيلاقي فيها مقاومة، زي مثلا لو الهايبرتنشن. تمام. او الفالفر اورتيك ديزيز زي الاورتيك ستينوزيس مثلا، او الكارديوميوباثي او الهايبرثايروديزم، كل الحاجات دي يا اما عضلة القلب مش بتقدر تضخ الدم كويس لان بتلاقي مقاومة قصادها، فبالتالي الفيسلز كلها اللي في الجسم ومنهم الكورونريز مش هتاخد كفايتها من الدم اللي المفروض تروح تغذي بيه الانسجة والتيشوز يعني، فبالتالي برضه عضلة القلب مش هيبقى وصل لها دم كفاية. طيب الباثولوجيكال تشينجز، اول حاجه في بالتدريج كده بيبتدي ان هو ممكن يبقى العضله شكلها نورمال عادي، او حصل فيها او ان يعني حجمها بدأ يقل شويه. طيب تاني حاجه ممكن يحصل ايه؟ جري شويه، فايبرس ستريك، فايبرس ستريك صغيره كده ممكن ايه لونها جري شويه، ممكن تحصل في عضله المايوكارديوم. طيب تالت حاجه احنا عندنا العضلات الطبقات بتاعت عضله القلب بالترتيب كده، ايبيكارديوم مايوكارديوم اندوكارديوم. تمام. الاندو هي اللي تحت، لو اعتبرنا ده طول الكورونري، يعني ده امتداد الكورونري، فبيغذي الاول الايبي، بعد كده بينزل شويه للمايو، بعد كده بينزل للايه؟ للاندو. فبالتالي الاندو هو الاندوكارديوم هي اكتر طبقه ديستال، اكتر طبقه بعيده عن امداد الكورونري ارتري. تمام. فبالتالي لو حصل اسكيميا بدا يحصل فيه مشكله في الفيزل دوت، ايه اللي هيبدأ يحصل؟ لو مفيش دم كفاية في الفيزل دوت عشان يغذي عضلات القلب، هيغذي مثلا هيقوم يغذي لي الايبي ويقوم يغذي لي المايو، بس هيجي عند الاندو اللي هي الصاب اندو دي مش هيقدر ايه يغذيها، ودي اللي يحصل فيها الاسكيميا الاول.
طيب مع الوقت يبقى دي يبدأ يحصل فيها ايه؟ فيبروزس. تمام، يبقى دي هي تالت مرحلة. وايد باتشي اندوكارديال اوباسيدس ديو تو سب اندوكارديال فيبروزس. طيب رابع حاجة ايه؟ فايبر ثيكنينج اند كلاسيفيكيشن اوف الليفت سايد فالفز. رابع حاجة خلاص ان هو بقى الاسكيميا عمالة، كل ما الاسكيميا تكبر او يحصل لها بروجريشن وتزيد صعوبتها، يعني تزيد خطورتها او كده، او يزداد البروجريشن بتاعها، يقوم واخد لي عندي المايو، ويقوم واخد لي عندي الاي بي، ويقوم واخد لي كمان الايه الليفت فالفز بتاعت الليفت فينتريك. تمام كده. طيب الافكتس او الكوميونيكيشنز اللي بتظهر من الاسكيميا دي، اول حاجه اللي هي الانجينا بكتوريس، دي مهمه جدا وهنشرحها دلوقتي بالتفصيل. تاني حاجه يحصل مايوكارديال انفراكشن، الاسكيميا دي خلاص تتزايد بقى الحاد، ما الارتري دوت يعني يحصل له اوكلوجن او العضله خلاص مش وصل لها دم، فيحصل ايه مايوكارديال انفراكشن، العضله خلاص تموت. تلاتة كرونيك كونجستيف هارت فيلير، ان العضله كل ما يبقى فيه كرونيك اسكيميا والفيبروسيس اللي بيحصل ده، الفيبروسيس ده مش هيخلي العضله الكونتراكتيليتي بتاعها بكفاءه، يعني مش هتضخ الدم بكفاءه، فبالتالي في دم هي المفروض ان الدم بيروح للقلب والدوره كده بتلف، وبعد كده الليفت فينتريكل يضخ الدم، فخلاص انا كده عندي دم محبوس جوه الليفت فينتريكل، العضله مش عارفه تضخه، هيحمل على الدم اللي موجود في الليفت اتريوم، هيحمل على اللي في اللنج، على اللي في الايه رايد فينتريكل، فيحصل حاجه اسمها ايه كونجستيف هارت فيلير، وده اعتقد برضه هتدرسوه لوحده. رابع حاجه ممكن يحصل ايه سادن ديث. طيب نتكلم اول حاجه عن الانجينا بكتوريس. الانجينا بكتوريس او بنسميها الستيبل انجينا، بدي اول سيمتومز ممكن يظهر عندي من الاسكيميا. تمام، بيسموها اكيوت اون توب اوف كرونيك، لان هي بتحصل اصلا معظمها بتحصل بسبب ايه، ان الكورونري ارتري اهو في مثلا اسيروما اتكونت فيه بس سدتهولي بنسبه 70%. تمام، يبقى وصلت انها سدت 70% من الايه من الارتر، فيبدا يحصل عندي السيمتومز. طيب هل السيمتومز دي بتحصل وقت ما الشخص يبقى قاعد كده ومستريح وعادي في بيته، ولا وقت ما يبدا يبذل مجهود او يتعرض لستريس؟ الاسترس ده بيدخل عضلة القلب في انها محتاجة مجهود زيادة تبذله، فبالتالي محتاجة دم اكتر، وهي اصلا مش وصل لها دم كفاية، فتبدأ تظهر عليه ايه اعراض الاسكيميا، اللي هو بتظهر في صورة ايه، بتظهر في صورة شيست بين، ريتروسترنال شيست بين، بيسمع في الليفت ارم والجو، وبيسمع برضو عندي في بيسمع برضو في الرقبة. تمام، والشخص ده ممكن برضو يعرق او يحصل شورتنس اوف بريث. تمام، طيب الاسكيميا دي مش بتزيد عن تلت ساعة. طيب ايه اللي بيحصل في الخلايا بتاعة عضلة القلب؟ الخلايا بتاعة عضلة القلب بنسميها ريفرسيبل انجري. يعني ايه ريفرسيبل انجري؟ يعني بمجرد ما الحق الشخص ده اوديله حاجة تقلل الاسكيميا دي او تنقذه من الاسكيميا دي، الخلايا تطلع هترجع نورمال تاني، يعني هو مجرد حصل السويلنج في الخلايا. تمام، مفيش نكروزز، الخلايا دي ما ماتتش. تمام، طيب الانجينا دي او الشيست، الوجع بشعة الشيست بين ده بيخف بايه، او ايه اللي بيخليه يهدى؟ بانك ترتاح، يعني بان الشخص مرتاح، هو الشخص اتعرض مثلا لستريس او اكسرسايز، هو عرض عضلة القلب لإيه؟ لستريس، بإنها لازم تبذل مجهود أكتر، فهي محتاجة أكسجين وبلاد أكتر، وهو أصلا في إسكيميا. تمام، فما خلي الشخص ده يرتاح، أنا كده قللت اللود على القلب. طيب أو ياخد نيتروجليسرين، نيتروجليسرين ده بيعمل فاسو دايلاتيشن، الفاسو دايلاتيشن ده هيقلل البريلود، هيقلل الدم اللي رايح للقلب أصلا، هيقلل الدم اللي القلب المفروض يضخه، فبالتالي كده بيقلل المجهود على عضلة القلب. تمام، سب اندوكارديال اسكيميا هي نفس الفكرة اللي قلناها، فبتظهر لي في الاي سي جي اس تي سيجمنت ديبريشن، هتاخدها بعد كده ان شاء الله في الكلينيكال. طيب سب اندوكارديال اسكيميا الفكرة بتاعتها ايه الفكرة اللي احنا قلناها؟ احنا قلنا ده مثلا طول الكورونري ماشي اهو على امتداده، دي اول طبقه اي بي كارديوم، مايوكارديوم، اندوكارديوم. طيب فبالتالي ده نوع خفيف من الاسكيميا، يعني او اول نوع من انواع الاسكيميا الشديده بقى، او اللي هيبدا يحصل بعدها حاجات مضره، هتبروجريس مثلا للمايوكارديوم انفراكشن وكده.
هو عندي موصل دم للايبي عادي وموصل دم للمايو، بس الحته دي ما بين الاندو والمايو مش وصلها اللي هي السب اندوكارديال، دي اكتر جزء بعيد عن الكورونري ارتري، فدي اكتر اول جزء او اكتر جزء هيتاثر. تمام، فيحصل عندي سب اندوكارديال اسكيمي. الميلز بقى بيقول لي في نوت كده ان الميلز هم اكتر ايه تاثرا من الايه من الفيميلز. طيب ايه اسباب الانجينا بتورز؟ اول حاجه اللي احنا بنتكلم فيها اصلا من الصبح اللي هي insufficient coronary flow، الكورونري artery مش مالي دم كفايه اصلا عشان يروح يغذي ايه عضله القلب، وده اهم سبب. طيب ايه اهم ده اهم سبب. طب ايه سببه اصلا؟ fixed or disrupted atheromatous plaque، وده مهم جدا. تمام، او حصل coronary spasm. coronary spasm دوت بيحصل في ايه؟ بيحصل لو الناس اللي هم كوكين ابيوز اللي بيضربوا كوكايين او كده، ممكن يحصل سبازم في عضلة القلب ويحصل عن يعني ينتج عنها انجينا بكتورس، او في حاجة اسمها برينز ميتال انجينا، بس ده نوع تاني غير الايه الانجينا بكتورس. انا مش عايزة اقول عشان ما لخبطكوش، بس يعني ايه انا قلت اقولها لكم برضو. يعني هو النوع ده عامة ده نوع تاني من الانجينا. ده بيحصل ايه؟ ان الكورونري ارتري بتسباس مره واحده بيحصل منها كومبليت ايه اوكلوجن، تتقفل مره واحده، فبيحصل بينتج عنها الانجينا دي. تمام، وبتريليف برضو عن طريق النيتروجليسرين زي الستيبل انجينا. يعني دي معلومه عرفوها. تمام، بس اعتقد كورونري سباس من اللي موجوده في الكتاب او في الداتا عندكم يقصد بيها مثلا الناس اللي هم كوكين ابيوز او كده. تمام، او سبب من اسبابها الباروكزيسيس مال تاكي كارديا او الاورتيك انكومتنس او ستينوزيس. تمام، احنا قلنا في نفس الفكره اللي احنا سائلينها في الاورتيك انكومتنس، الدم اصلا بيرجع لعضله القلب تاني، بالتالي مش بيروح دم الاوعيه عشان تروح تغذي التيشوز. تمام، والستينوزيس كذلك. طيب او سبب من اسباب السيفيليتك نارونج في الاورتيك اورفيس او سيفير انيميا او الايه الشوك. ولسه برضه يعني احنا ذاكرين الميكانيزم بتاع دول في السلايدات اللي فاتت. طيب الكومبليكيشن اللي تنتج منها ايه؟ ممكن توصل ان هو لو سبت الشخص ده اكتر من تلت ساعة والاسكيميا لسه مستمرة، ممكن يدخل عندي في مايوكارديال انفراكشن. مايوكارديال انفراكشن دي الكوندكشن سيستم بتاع عضلة القلب خلاص عندي باظ، فيحصل منها ايه اريزميا. تمام، الاريزميا دي الفنتريكولا فايبريليشن دي فيتال، وتعمل لي صدم كاردياك، دي مهمه جدا. طيب او ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل الاسكيميا دي خلاص حصل في بروجريسيف فايبروزيس في الليفت فنتريكل، لان هي كرونيك، حاجه كرونيك وحاجه جراديوال، حصل فايبروزيس في الليفت فنتريكل فخلاص عضله القلب بقت كلها يعني ايه فايبروزيس، كلها فايبروزيس، فبالتالي مش هتقدر تضخ الدم، فيحصل ايه ليفت سايدد هارت فيلر، او يحصل عندي ايه سادن كورونري اوكلوجن. مثلا لو عندي اثيروما، يعني مثلا احنا قلنا الكورونري اثيروسكلروزيس دي من اسبابها. طيب انا لو عندي الاثيروما دي اللي هي موجوده في الكورونري ارتري حصل لها رابشرت، هيعمل لي دامج للايه للاندوثيليوم. طيب مجرد ما يحصل دامج للاندوثيليوم في اي حاجه، حتى مثلا اي مرض بيسبب دامج للاندوثيليوم، السب اندوثيليال لاير خلاص هي بقت كده ان كونتاكت مع البلاط على طول، فيبدا التيشو فاكتور تطلع ويحصل الكواجيليشن كاسكيت، يعني تحصل يعني يحصل ستيميليشن لعمليه الكواجيليشن وتتكون الثرومبس، فتقوم قافله الارتري كله. تمام، ينتج منه مايوكارديال انفراكشن ويدس ويضايع يعني. طيب الاكيوت اسكيميا كتعريفها، تعريفها ايه زي ما موجود في كتاب الداتا، ان هو sudden complete coronary artery occlusion or one of its major branches. تمام، يعني حصل قفلة في الكورونري artery مرة واحدة sudden complete، واشهر سبب ليها هي الاثيروما اللي احنا استقلناها في الكومبليكيشن، الاثيروما اللي حصل لها رابشر وقامت عاملة ستيميوليشن للكواجيليشن كاسكيد لعملية الكواجيليشن عموما وتتكون ثرومبس، تقوم ايه قفلهولي مرة واحدة. تمام، طيب الانستنس بتاعه مكتوب ان هو في الميدل ايجد ميلز، هو اكتر برضو من ايه من الفيميلز. كوروناري اثير سكلروزيس دي مهمة، ده المين كوز، يعتبر 90% من الاسباب هو بيبقى كوروناري اثير سكلروزيس. اثيروما حصل لها رابشر اتكونت فوقيها ايه ثرومبوس،
يبقى زي ما هو موجود الميكانيزم اوف الاوكلوجن ار ثرومبوس ان توب اوف الاثيروما وانت مال هيموريج. تمام. ان طبقه الانتما بتاعت الفيزل وكده بقى بتكون لي ايه اللي هي الاريا اللي موجوده فيها الاثيروما، بقى فيها ايه نيو وايد ايه كابيلرز. تمام. طيب دي صورة عشان اوريكم بس صورة السرومبس، دي اثيروما وحصل لها رابشر وكونت السرومبس، بس دي مش قافلة الفيزل كله، يعني دي اهي قافلة جزء من الفيزل، ودي بينتج عنها حاجة ايه اسمها انستيبل انجينا، بس دي مش مذكورة عندكم، بس انا جايبها عشان اوريكم شكل الاثيروما ما بيحصل لها سرومبس اهو، بس كده مش قافلة الفيزل ايه كله. تمام. بس بصوا على الصورة اللي جنبها بقى، اهي دي ثرومبس اهي كومبليت اوكلوجن باي ثرومبس، اهي عامله كومبليت اوكلوجن. طيب ايه بقى الاذر رير كوزس اللي احطها برضو عندي في الحسبان؟ كورونري سبازم زي ما قلنا، مثلا الناس اللي هي بتضرب كوكايين، كورونري امبوليزم مثلا الناس اللي بيبقى عندهم بكتيريال انتوكارديتس بيبقى بيتكون فيجيتيشن فوق الصمام، فيجيتيشن دي كأنها جلطات يعني فوق الصمام، الجلطات دي بتتنقل العضلة اللي بتضخ الدم ممكن تنقلها للكوروناري فيسل فيحصل فتروح للكوروناري يعني وتسد. تمام. او بولي ارترايتس نودوزا، بولي ارترايتس نودوزا، وفي برضو حاجة كمان اسمها كواساكي ديزيز، كواساكي ديزيز الاتنين دول نوع من انواع الفاسكولايتس يعني التهاب في الاوعية الدموية. طيب الالتهاب في جدار الفيزل ده بيعمل ايه؟ الالتهاب برضو هيعمل لي فكرة ان هو هيعمل دامج للاندوثيليوم. طب مجرد ما بعمل دامج للاندوثيليوم خلاص انا كده بحفز عملية تكوين الجلطات او الكواجيليشن كاسكيد، وتتكون لي ثرومبس فتقوم قافله لي الايه الارتري مرة واحدة، او سيفيليتك اورتيتس او ارتريال ديستكشن. تمام. او كورونري انسفيشنسي زي في الايه في الهاي بوتنشال او في حالات الشوك. طيب السادن ديس اللي بيحصل بسبب الاريزميا. تمام. ودي مهمه جدا، المشاكل دي كلها ممكن تعمل لي ام اي، والام اي ممكن بتبريزنت بعد 24 ساعه من حدوث الام اي بأريزميا الفينتريكولار فيبريشن، ودي بتكون سبب الايه الوفاه. طيب نبدأ بقى في المايوكارديال انفاركشن، ودي يعني يعتبر من اهم جزء اصلا في المحاضرة. طيب القلب عمال بيتعرض الاسكيميا او كده، مفيش دم واصل لعضلة القلب، فخلاص بقى تبدأ الخلايا ايه تموت، يعني حصل نيكروزيس. طب نوع النيكروزيس ده عشان هيجي بعد كده اسمه كوأجلاتيف نيكروز. طيب النيكروزيس اللي بيحصل ده بسبب ايه؟ نفس الفكرة اللي احنا لسه قايلينها، كومبليت اوكلوجن. كومبليت اوكلوجن ده حصل ايه؟ حصل بسبب ايه؟ اثيروما اهي موجودة وقامت مربشرة، الاثيروما مربشرة تتكون لي فوقها ايه ثرومبس. تمام كده. الثرومبس دي قامت عاملة لي كومبليت اوكلوجن. طيب بيبقى الشخص ده بيبقى جاي بيشتكي من ايه؟ بيبقى جاي بيشتكي من سيفير شيست بين، كأني حاجة ضاغطة على صدره، والشيست بين ده بيبقى مستمر اكتر من تلت ساعة. طيب هل لو اديته نيتروجليسرين زي ما كنت بعمل في الانجينا بكتوريز هيتحسن؟ لا مش هيتحسن، نوت ريليفد باي نيتروجليسرين، ويبقى الايج من 50 ل 60 سنه، والميلز بتبقى مور افكتد ذان ايه برضو في ميلز. طيب احنا لسه قايلين السايز بتاع الكورونري ارترز، وعلى اساس الفيزل اللي هيحصل فيه الثرومبس او هيتقفل هيحصل انفراكشن في الحتة اللي ايه اللي بيغذيها. نقول تاني هنعتبر مثلا، بص للرسمة دي، ده مثلا ليفت فينتريكل، وده الرايت فينتريكل، وده وكده انتيريور. تمام. وكده ايه بوستيريور. بيقول لي ايه ان الانفراكشن بتنفولف الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل. تمام. ممكن تيجي هنا وممكن تيجي هنا. بس البوث اتريا، الاتريا من اليمين والشمال بيبقوا سبيرد، يعني مش بيحصل لهم انفراكشن يعني. طيب اشهر ارتري بيحصل فيه اوكلوجن هو الليفت انتيرير ديسندنج ارتري، واحنا قلنا ده بيغذي ايه، بيغذي الانتيرير وول بتاع الليفت فينتريكل، وجنبه الجزء اللي هو الايه الانتيرير سيبتم. تمام.
يبقى كده هيحصل انفراكشن في ايه؟ لو حصل في اوكلوجن، انفراكشن في الانتيرور وول والانتيرور سيبتوم بتاع الليفت فينتركل. طيب ال LAD، ال LAD بقى ده بيقول لي ان هو الموست كومنلي افكتد ايه ارتري في الام اي، حوالي 45%. طيب طب انا لو حصل الاوكلوجن عندي في الرايت كوروناري ارتري، احنا قلنا دي بوستيرير ودي انتيرير. طيب الرايت كوروناري ارتري بيغذي البوستيرير وول بتاع الليفت فينتريكل وجنبه البوستيرير ايه سيبتم، فيحصل انفراكشن في الجزء ده، انفراكشن في البوستيرير وول والبوستيرير سيبتم، وبيغذي برضو الايه البابيلاري ماسل، ودي مهمة عشان هنحتاجها كمان شوية. تمام. طيب عشان كده لما بيحصل مايوكاردال انفراكشن وبتيجي في خطوة من الخطوات او المراحل اللي بيحصل، يعني المراحل الباثولوجي بتاع المايوكاردال انفراكشن، بيبقى في مرحلة فيها الماكروفيجز بتبقى كتير عشان تبدأ تاكل النكروتيك تيشو، بتاكل برضو في البابيلاري ماسل، فالبابيلاري ماسل ممكن يحصل فيها رابشر. تمام. لما يحصل فيها رابشر، لان البابيلاري ماسل اصلا بتتغذى بالكوروناري، تمام، فيحصل برضو فيها نكروزس، فما الماكروفاجز تيجي تاكل فيها او كده ممكن يحصل فيها رابشر. الرابشر دوت يعمل لي ميترال انسفيشنسي او ميترال انكومتنس، تمام، في الفالف بتاع الميترال. طيب الرايت كورونري ارتري ده السكند موست كوملي انفولفد ارتري في الام اي. طيب في الارتري، فاضل الارتري كمان لو حصل بقى اوكلوجن في السيركم فليكس ارتري اللي هو بيبقى هنا اللي بيغذي اللاترال وول، يبقى يحصل انفراكشن، هتحصل فين؟ في اللاترال وول بتاع الايه الليفت فينتركل. طيب تمام. طيب التايب اوف ليجن ممكن تبقى ترانس ميورال انفراكشن او سب اندوكارديال انفراكشن. ترانس ميورال انفراكشن يعني واخد كل الطبقات، ايبيكارديوم مايوكارديوم اندوكارديوم. طيب ايه يبقى الترانس ميورال انفراكشن؟ ات افكتس فول ثيكنس اوف الفينتريكولار وول ديو تو ايه ثرومبوس. طيب السب اندوكارديال انفراكشن دي بتعتبر ايه؟ ثانية واحدة، دي بتعتبر الانيشال فيز من الانفراكشن. احنا قلنا ان ابعد حته بتتغذى بالكورونري هي الساب اندوكارديال، فلو الاسكيميا بدأ على خفيف كده اول منطقه تتاثر ايه هي الساب ايه اندوكارديال. تمام. تبقى واخده اقل من 50% من المايوكارديال ثيكنس. اوكير اراوند السيركمفرنس اوف الفنتريكل اندر الايه الاندوكارديال. يعني لو جينا للصوره دي مثلا اهي، هي دي بتبقى، هي دي، ده اللون البراون ده الكواجريتيف نيكروسيس اللي احنا لسه هنقول شكله من دلوقتي، لكن باقي التيشو اللي حواليها كلها نورمال، فدي تعتبر ايه؟ دي سب اندوكارديال انفراكشن، واقل من يوم عشان باين فيها البراون ديسكلوريشن بتاع الكواجريتيف نيكروسيس اللي هنقوله كمان شويه. تمام كده. ده بيبقى بسبب ايه اللي هي السب اندوكارديال؟ احنا قلنا اشهر سبب ليها في السب اندوكارديال هي بتبقى واخده جزء، فبالتالي بتبقى سببها حاجات يعني مش ثرومبس، يعني اللي الثرومبس بتاخد الترانس ميورال، لكن سبب السب اندوكارديال فاسوس باس، تمام، او ايه هايبوتنشن. طيب نيجي للجدول دوت، هما جدولين، واحد زي اللي في الكتاب واحد زي اللي في الداتا، وهنقراهم سوا. طيب سب اندوكارديال انفراكت مالتي فوكال، يعني ايه مالتي فوكال؟ لو خدت بالكم من الجزء ده، الجزء ده حصل فيه نكروزس اللي في الصورة دي، تمام، لكن الجزء اللي حواليه سليم، فكأنها اشكال مختلفة، فبنسميها ايه مالتي فوكال. تمام. طيب بتبقى باتشي زي ما هي واضحة كده، كأن في نقط كده مطبعة كده بلون تاني. وسيركمفرنشال لو خدت بالكم ان هي واخدة القطاع، يعني الجزء بتاعها كأنه دائري كده، يبقى circumferential. تمام. الكورونري ثرومبوزس بتاعتها بتبقى رير، يعني السبب ان تحصل بسبب ثرومبوزس في الكورونري ده بيبقى نادر، وغالبا بتبقى بسبب هايبوتنشن او شوك، حد مثلا في ايه عنده هيموريدج او كده. هل بيحصل منها انيوريزم؟ لا، الانيوريزم لازم يحصل لما يكون الانفراكشن واخد العضلة كلها، لان زي ما هنقول بعد شوية ان في المايوكارديال انفراكشن اما الماكروفاج بتيجي ان في مرحله من مراحل الماكروفاج بتيجي. طيب الماكروفاج اما تيجي تاكل في كل الطبقات بتاعه القلب اللي حصل فيها اللي هي ميته، في كل الطبقات الوول هيبقى خفيف، تمام، فممكن يحصل منه ايه ان الوول يطلع منه حته كده ويعمل ايه انيوريزم، او الوول اصلا ممكن ايه يرابشر.
بس ده مش بيحصل مع السب اندوكارديال، ده بيحصل مع الايه، الترانس ميور. ترانس ميور بتبقى يونيفوكال، لان هي بتبقى واخده كل الطبقات بتاعه القلب، فكانها بتبقى قطعه واحده كده وبسوليد، تمام. ان ديستريبيوشن اوف السبيسيفيك كورونري ارتري، يعني لو الحته، يعني لو جزئيه معينه بيغطيها بيغذيها مثلا من الكورونري ارتري، زي الـ مثلا اللي هو الليفت انتيريور ديسندنج ارتري، بتبقى واخده جزئيه ايه على بعضها. كورونري ثرومبوزس، يعني سبب ان هي يكون ثرومبوزس في الكورونري ده كومن جدا، ممكن تسبب لي شوك. جزء من عضلة، يعني مش ده مش جزء، ده كل جزء من عضلة القلب، وفي كل طبقات بتاع اللير بتاع القلب مات، فخلاص كده في العضلة أصلا مش بتضخ دم، فالعضلة ماتت، فبالتالي اللي مفيش دم وصل لكل أجزاء الجسم، وبالذات الأورجنز اللي بتحتاج دم على طول، اللي هي البرين والكيدني واللنج. فبالتالي الشخص ده هيدخل مني في ايه، في شوك، تمام. مي ريزلت ان الانيوريزم، ايوه، لان هي احنا قلنا في الفتره اللي بيجي فيها الماكروفاجس هتيجي تاكل في على طول عضله القلب كلها، كل اللايرز، فبالتالي هتخفف من الوول، فممكن يحصل منه ايه، انيوريزم. طيب نقرا بقى الجدول ده اللي الدكتور عاملاه، الديفينيشن بتاعت المقارنة بين الديفينيشن بتاعت الترانس ميورال والسب اندوكارديال. قالت ان الترانس ميورال انفولف فول سيكنس اوف المايوكارديوم، لان هو بيبقى واخد 3 لايرز، الابيكارديوم والمايوكارديوم والاندوكارديوم. طيب السب اندوكارديال بيبقى ليميتد تو ذا انر سيرت اوف المايوكارديال وول، اللي هو الايه، طبقة الايه، الاندوكارديوم، تمام. طيب الكومن كوز بتاع الترانس ميورال تيبيكالي ديو تو كومبليت اوكلوجن للكورونري ارتري، تمام، وبيبقى اشهرها اشهر سبب ليها ايه، ثرومبوسيس. طب السب اندوكارديال انفراكشن بيبقى يوجوالي ديو تو بارشال اور ترانزينت اوكلوجن، بيبقى اولسو اوكيز ويز سيستميك هايبوبرفيوجن، يعني اشهر سبب ليها سيستميك هايبوبرفيوجن او هايبوتنشن او شوك، تمام. طيب الترانس ميورال انفراكت الافكتد لايرز بيكستند من الاندوكارديوم للايه، للايبيكارديوم. طيب السب اندوكارديال لا، هو بيأفكت الاندوكارديال لاير، تمام. طيب ال وميز بين الاوتر لاير اللي هو المايوكارديوم والايبيكارديوم. طيب الجروس باثولوجي بتاع اللي شكلها بالجروس بكيتشب بيبقى شكلها عامل ازاي، تبقى ثيك ودارك ريموتل، دارك ريموتل دي عشان الكواجلتيف نيكروزيس، تمام، اور بيل زون اكروس ذا انتاير سيكنس اوف المايوكارديوم، تمام، ويبقى بتبقى يونيفوكال لانه احنا قلنا بتبقى واخده كل الطبقات، تمام. طيب الستاب اندوكارديال بيبقى لونها بيل كونفايند تو ستاب اندوكارديال ريجن، وبتبقى ايه، مالتي فوكال. الهيستوباثولوجي بتاعت ترانس ميورال فول ثيكنس كواجلتيف نيكروزيس، وبيبقى فيه برومينانت نيوتروفيل انفلتريشن. اول ما بيحصل عندي نيكروزس يبدا الاكيوت انفلاميشن، الاكيوت انفلاميشن عندي بيبتدي بالنيوتروفيلز، فيحصل انفلتريشن للنيوتروفيلز. طب السب اندوكارديال هو كواجلاتيف نيكروزس ليميتد بس للحته اللي ايه، اللي هو السب اندوكارديوم، تمام، فبالتالي النيوتروفيلز مش هتبقى كتيره زي ما موجود في الترانس ميورال. طيب الكلينيكال سيفيرتي بتاع الترانس ميورال تبقى اكيد مور سيفير، طبعا ممكن يحصل منها رابشر وانيوريزم زي ما وضحنا قبل كده. لكن الصب اندوكارديال بتبقى ايه، ليس اكستنسيف. طيب الكومبليكيشن بتاعت ترانس ميورال ممكن يحصل منها رابشر، لو قلنا ان الماكروفيجز بتيجي وبتاكل في النيكروتيك تيشو، فبالتالي الفول بيبقى ضعيف وممكن يرابشر او يحصل منه انيوريزم، تمام، او سيفير هارت فيلير. لكن الصب اندوكارديال ممكن مع مرور الوقت بعد كده يدخل اللي في ايه، في هارت فيلير. طيب نبتدي بقى بالجدول ده، عشان الجدول ده يعني نيجي بقى للجدول ده عشان هو مهم جدا في الساعات في بتاعه المايوكارديال انجري، وعلى اساسها الجروس بكتشر والكومبليكيشن تبقى شكلها عامله ازاي، وتحت اللايت مايكروسكوب تبقى عامله ازاي، تمام. فالحاجات دي مهمه. الريفرسيبل، اول حاجه الريفرسيبل انجري يعني ممكن الحقها لحد ساعتين بس، جروس بكتشر مش بيبقى فيها اي حاجه، ولا اللايت مايكروسكوب بيبقى فيها اي حاجه، بس ممكن ده يموت فجأة. انا عندي من بداية ما بيبتدي الـ MOI لحد 24 ساعة هو عرضة في اي لحظة ان يحصل اريثميا ويحصل sudden death، تمام. طيب تاني حاجة اللي هو من ساعة لساعتين لاربع ساعات
دي بقى خلاص بتبتدي ال irreversible injury. مايكروسكوبك بيكتشر بيبقى فيه ويفنس كده، ويفنس هتلاقيها في الداتا كام بتاع الدكتورة، ويفنس اوف المايوسايتس ات الايدجز. تمام. طيب من 4 ل 12 ساعة يبدأ بقى الكواجلاتيف نكروز. هو خلاص اصلا اول ما يعدي 24 ساعة اللي بيبقى الكواجلاتيف نكروزس ده استابلشد في كل الحتة اللي حصل فيها انفراكشن، يبقى ده سابتل دارك موتلينج. بيبقى ايرلي كواجيليشن نكروز، بيبدا الكواجيليشن نكروز بيبقى فيه اديما وهيموريدج. طيب من 12 ل 24 ساعه خلاص هي خلاص الكواجيليشن نكروزس بالكاركترستيك تايب بتاعه بيبقى خلاص استابليش. تمام. وبيبقى خلاص ان النيوكليوي خلاص بتبقى بدات، يعني ما يبقاش فيه نيوكليوي. فبيبقى شكل العضله كانها كونتراكشن باند نكروزس. ونذكر برضو جزئيه الكونتراكشن باند نكروزس دي في الريبرفيوجن انجري. تمام. وبيبتدي بقى النيوتروفيليك انفلتريشن. تمام. من يوم لثلاث ايام بيبقى النيوتروفيلز بتبقى ايه شغاله وخلاص حصل منها انفلتريشن. طيب فاكرين النيوتروفيلز عامه بتعمل بصلز، البصلز بيبقى لونها ايه اصفر. طيب فيبدا الجروس بيكتشر بقى تتحول للايه للون الاصفر اللي هو يلو تان انفراكت سنتر. تمام. طيب عايزه اوريكم بس الكونتراكشن باند اهي، ان خلاص العضله ما بقاش فيها نيوكليوي اهي، عضله خلاص ما بقاش فيها نيوكليوي، بيسميها كونتراكشن باند نيكروزس. طيب من 3 ل 7 ايام بقى الماكروفيجز تبدا تيجي بقى تاكل، تعمل يعني تعمل فاجوسايتوسيس للايه للنيكروتيك تيشو. تمام. فبيبقى بيبقى عندي برضو سنترال يلو تاني في الجروس بيكتشر بس ويز هايبريميك ايه بوردر. طيب من 7 ل 10 ايام خلاص كده بقى هتبتدي الايه، من 7 ل 10 ايام هيبتدي الجرانيوليشن تيشو. تمام. يعني بعد 7 ايام بيبتدي الجرانيوليشن تيشو. طيب يعني انا عندي مثلا الجزئيه دي ميته وبدا يحصل فيها ايه هيلينج بالجرانيوليشن تيشو، بس المناطق اللي حواليها وصل لها ايه دم كويس. تمام. فبالتالي الجرانيوليشن تيشو ده هيبقى البوردرز بتاعته هيبقى لونها ايه ريد، يبقى ديبريست ريد تان مارجن. تمام. طيب من 10 ل 14 يوم خلاص بقى ويل استابليش جرانيوليشن تيشو. جرانيوليشن تيشو خلاص بقى ويل استابليش ويز نيو بلاد فيزز اند، ويبدا الكولاجين ايه يترصد. تمام. فهتبقى ريد جراي ديبريست انفراكت بوردرز. تمام. طيب من 2 ل 8 اسابيع بقى يبدا ايه، يبدا ايه اللي يحصل، يبدا خلاص الكولاجين عمال بيحصل له ديبوزيشن اكتر، والفايبروزيس والسكار يعني الهيلينج عمال بيتقدم، فيبدا يبقى جراي وايت سكار. تمام. يبقى انكريز دي كولاجين ديبوزيشن ويست كريز دي سيلولاريتي. تمام. خلاص ما بقاش فيه سيلز موجوده، هو الحته كلها بقت عباره عن كولاجين. تمام. هوريكم صوره ليها دلوقتي. طيب لو اكتر من شهرين بقى خلاص وحصل سكار كامل كانها فايبروز كانه ابيض خالص، بيبقى عباره عن كولاجين، دينس كولاجين، دينس كولاجين ستار سكار، والنوع الكولاجين اللي بيبقى موجود ده بيبقى كولاجين تايب 1. تمام. دي مهمه جدا اهو، هي دي مايوكارديا سكار اهي، هي دي مفيش سيلولاريتي خالص، كلها كولاجين والنوع تايب 1. تمام. طيب ودي كونتراكشن باند كروزز اللي احنا لسه قايلينها ايه، والصوره دي فيها النيتروفيلك انفلتري ايه، هي دي النيتروفيل. طيب كتلخيص كده لو حطينا هنا ده بيمثل لي يوم، وده يمثل لي اسبوع انا على معلم الدبليو، وده بيمثل لي شهر. تمام. اليوم عند اليوم عند اليوم ده خلاص الكواجيليتيف نيكروسيس اتكون. تمام. من يوم لاسبوع بيبدا وجود الايه، بيبدا شغل النيتروفيلز والماكروفيج. طيب من اسبوع لشهر يبدا ايه التدرج بتاع الجرانيوليشن تيشو. طيب بعد شهر خلاص السكار ايه اتكون. تمام كده. طيب دي اهو. هنرجع بقى للجدول واحده واحده،
ونقول كل مرحلة يعني ايه الكومبليكيشنز بتاعتها عشان نوريهم في الصور برضو. طيب احنا قلنا اول حاجة اللي هو ايه بيحصل في جزئية من يوم لتلات ايام بتبدأ ايه بقى الانفلتريشن بتاع النيتروفيل، تمام. طيب لو الانفراكشن واخدة كل العضلات كل الطبقات بتاعت عضلة القلب واخدة اي بي وماي واندو، تمام. فكده هتخش لي على ايه اللي بيحيط عضلة القلب البريكارديوم، فهتخش على كمان البريكارديوم فتعمل لي بيريكارديتس بنسميها فايبرنس بيريكارديتس، تمام كده. يبقى ده من يوم لثلاث ايام اللي هو في الانفلتريشن بتاع النيتروفيلز ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تظهر منها فايبرنس بيريكارديتس. وركزوا في الكومبليكيشنز اللي هقولها عشان في مخطط بياني كده في مربعات موجود في الداتا وكويس جدا يعني للكومبليكيشنز دي وموجودة في بصومة، فأعتقد إنها من الحاجات الكويسة يعني. طيب نيجي بعد كده في الماكروفيجز. الماكروفيجز بتبدأ من يعني من اللهم صل على النبي من 3 لـ7 أيام، تمام. وجود الماكروفيجز ده بإيه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل منها؟ احنا قلنا إن الماكروفيجز تيجي تاكل في النيكروتيك تيشو سواء اللي في البابيلر المسل او في عضلة القلب، فبالتالي عضلة القلب هتخلي الول بتاعها ايه خفيف جدا وضعيف جدا، فممكن الول ده ايه يرابشر. والماكروفيجز بتعمل فاجوسيتوسيس اللي هو من 3 لـ7 ايام، تمام. يبقى الول ده ممكن يرابشر او ممكن يحصل ايه تاني او ممكن يحصل ايه تاني ان الول دوت هو بقى ضعيف فممكن يحصل منه انيوريزم، تمام. او البابيلاري ماسل ممكن يحصل لها رابشر، فالبابيلاري ماسل بتبقى ماسكه في الكوردة الدراي بتاع الميترال فالف فيحصل ايه فيحصل ميترال انكومبتنس. طيب ايه الكومبليكيشنز بقى التانية اللي احنا عايزين نقولها برضو اللي ممكن تظهر عندي؟ ثانية واحدة. لا هو كده تمام. نيجي بقى نشوفها على الصور اهي، هي دي الفنتريكولار انيريزم. خلاص هو الماكروفاجز عماله بتاكل في الوول بتاع الفنتريكل فعملت لي ايه انيوريزم يعني فنتريكولار ايه انيوريزم. طيب فنتريكولار انيوريزم دي اصلا ايه يعني ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تنتج عنها؟ هو انا عندي مثلا ده الوول وحته منه طلعت كده اهو، هل المسار بتاع الدم كده بقى طبيعي زي الاول؟ لا، ففي شويه دم هي ايه هيحصل لهم استيزيس هنا، هيقفوا مكانهم هنا، هيتحوشوا هنا، فبالتالي ممكن تتكون ايه جلطة، فيبقى هنا ممكن يحصل حاجة اسمها نيورال ثرومبس، تمام. طيب نيجي على الصورة اللي جنبها. نيجي على الصورة اللي جنبها اهي. طيب دي البابيلاري مصر حصل لها رابشة وماسكة في الكوردة دي كوردة الدناي اللي ماسكة في الايه في الميترال فالف، فهي دي خلاص حصل لها رابشر فالفالف مش هيقفل كويس، الفالف هيبقى مفوت فيحصل حاجة اسمها mitral insufficiency، تمام. طيب دي بقى ثانية واحدة ما بفتح عشان تشوفوها. دي ايه السكار البيضة اللي متكونة دي، هي دي بقى الايه السكار اللي بتتكون بعد شهر او شهرين. ده حصل فيه رابشر في الايه في الفري فينتريكل في الفينتريكل فري، تمام. وديت احنا قلنا ان المرحله دي بيبقى فيها نيتروفيليك انفلتريشن من يوم لثلاث ايام من المايوكارد انفراكشن، بتخش على البريكارديوم ويحصل لي عندي فايبرنس بيري ايه كارديتس. دي بقى صور زي اللي احنا حاطينها، بس دي صور من الداتا بتاعتك الايه الدكتور. طيب اللايت مايكروسكوب بقى كتجميع كده للي احنا قلناه في اول 12 ساعة مش بيبقى فيه اي تغيير. طيب لحد 3 ايام خلاص الكواجيليشن كواجيليتيف نيكروزس حصل والنيوتروفيلز حصل لها انفلتريشن. طيب من اسبوع لاسبوعين الجرانيوليشن ايه تشو. طيب الجدول اللي موجود في الداتا بتاعت الدكتورة مختلف عن الجدول اللي انا حطاه في بعض الحاجات زي حتة الجرانيوليشن تشو دي، بس هي جايه كاتباها تاني في الداتا زي ما انا كاتباها كده كاتباها صح، تمام. فانتوا برضو ايه حاولوا تتاكدوا من المعلومه اللي موجوده في الداتا، يعني هل هتمشي على الداتا ولا هتمشي على الكتاب، تمام.
فحاولوا تستفسروا منهم يعني عشان الامتحان وكده. بس انا باكد ان بس هي يعني الاكيد ان المعلومه صح، ان هي جت رجعت تاني كتبتها زي ما احنا كاتبينها كده، زي ما موجوده في الجدول، وبصومه برضو كاتبها زي ما ايه قايلها زي ما احنا قلناها يعني. طيب اكتر من 3 اسابيع فاين سكور. طيب بعد شهرين بقى دينس سكور، اللي هو دينس كولاجين، وبيبقى نوع كولاجين تايب 1. في بقى دي نقطه برضو الدكتوره ضايفاها زياده، في حاجه اسمها تي تي سي ستين، تمام. إيه الصبغه دي؟ بتعرفني الاولد ام اي من الريسنت ام اي، تمام. فبيقول لي انها لو اولد ام اي، تمام، هتبان اللي هي الفايبر سكار فورميشن، هتبان لو انا صبغتها هتبان لي وايت. وايه يا زي، استنى ما اقرب لكم الصوره، هتبان لي وايت فايبر سكار فورميشن، هتبان وايت وجليستنج كده كانها بتلمع، تمام. طيب الانستند الارياز بقى اللي مش هتاخد صبغات دي بتريبريزنت الايه الانفراكتد ايه تيشوز، اللي هو الريسنت انفراكتد تيشوز. طيب ال ثانية واحدة، بتقول بقى في ان في جزء اللي هو هيبقى براون دوت، ده فايبل مايوكارديال تيشو، ده اللي هو الايه اللي هيتصبغ باللون البني، ده الجزء الـ السليم يعني من ايه من عضلة المايوكارديال، وبي المايوكارديوم قصدي، وبيندكيت ان في لاكتيت دي هيدروجينيز اكتيفيتي، تمام. فكده معناه ان العضلات ايه حية، تمام. لكن العضلات اللي هي مش حية، اللي هي الانفراكتد اللي هي الانستين دي مش هتاخد صبغة، دي معناها ايه؟ ان اللاكتيت دي هيدروجينيز الانزيم ده بيبقى ديبليتد، يعني ما بيبقاش موجود اصلا. طيب الفيت بقى والكوميونيكيشنز بتاعت الام اي، ممكن يحصل اكيوت هارت فيلير بسبب الفنتريكولار فايبريليشن. انا لحد 24 ساعه من الام اي ممكن يحصل اريزميا، احتماليه حدوثها ما بعد ال 24 ساعه دي بتبقى قليله. طيب لو حصلت، هو خلاص كده الفنتريكل كانه بيرفرف، هو مش بيكونتراكت ولا بيضخ دم اصلا، فيدخل الجسم في شوك واكيوت ايه هارت فيلير وصدم ديس على طول. الميورال ثرومبوزس زي ما احنا قلناها، بتتكون مثلا ان الفنتركل الول بتاعه مثلا بقى ضعيف، تمام، او حصل مثلا في الفيبروزس اللي بيحصل بسبب الانفراكشن وكده، فهو ما بيضخش الدم، فالدم ما بيتحوش فيه، فيتكون لي الثرومبس، فممكن يعني ما بيضخش جزء من الدم يعني، فممكن وهو ما بيجي يضخ بقى الدم الجزء الحي من العضلة دوت، الجلطة دي تتنقل في أي شريان من الشرايين بتاعة الجسم، ممكن يروح للشريان المخ فيعمل لي ستروك، تمام كده. تالت حاجة ال recent infarctomy rupture during exertion، تمام. ودي وبالذات في الأيام اللي هي بيبقى فيها الماكروفاجس من 4 لـ7 أيام من بعد الانفراكشن، فبالتالي ان لو حصل الرابشر في الفنتريك، احنا هنعتبر ان ده القلب حواليه البيريكارديوم، فلو حصل رابشر في الفنتريكولار وول الدم هيروح هنا بقى في البيريكارديوم، فيحصل عندي حاجه اسمها هيمو بيريكارديوم او كاردياك ايه تمبونات. طيب او بقى ممكن يدخل لي في ليفت سايد هارت فيلير، وبعد كده يدخل في رايت سايد هارت فيلير والاريزميا. ده الجدول اللي انا قلته، ده رسم اللي انا كنت اقصد ان هو مهم، ان هو مع كل تغيير بيحصل او كل تضارب بيحصل في الباثولوجي في المايوكارديال انفراكشن بيحصل منه كومبليكيشن. يعني مثلا الحته بتاعت البريكارديتس اللي هو حصل، اما قلنا ان حصل نيتروفيليك انفلتريشن، لو الانفراكشن واخد كل الطبقات بتاعت عضله القلب فيعمل لي ايه فايبرس بريكارديتس، تمام. او ممكن يحصل ايه ان يضرب لي الكوندكشن سيستم بتاع القلب اصلا فيحصل اريزميا. طيب او ما قلنا ان الفنتريكولار وول يحصل له رابشر فيحصل عندي ايه كاردياك تمبونات، تمام كده. او البابيلاري ماسل اما الرابشر، هي بتبقى ماسكالي الميترال فالف، خلاص كده الصمام ده مفوت فيحصل ميترال ريجرجيتيشن. طيب الانفراكشن ذات نفسه هيبقى امبيرد كونتراكتيت، العضله اصلا مش هتضخ دم زي الاول،
فيحصل لي ايه؟ ان الدم يحصل له ستيزس، الدم يتجمع في الفنتريكل فيتكون ثرومبس. الثرومبس دي ممكن تتنقل من القلب وتروح لشرايين تانية في المخ وتعمل لي ستروك. تمام، او العضلة ما تبقاش بتكونتراكت خالص خالص خالص، فخلاص كده دخل الجسم في ايه، في شوك، في هايبوتنشن، ما فيش دم وصل للتيشوز اصلا. تمام كده. طيب في حاجة بقى، اما بيحصل الام اي، في حاجة عايزة اقولها لكم عشان هتلاقوها في الاسئلة. اما بيحصل عند المايوكاردال انفراكشن، هو انا خلاص يعني دي السيل اهي، الممبرين بتاع السيل حصل لها دامج، خلاص هي السيل حصل لها نيكروزيس، العضلة بتاعت القلب فيها مجموعة من الانزيمات. تمام، فانا اما يحصل لي دامج للممبرين بتاعها، الانزيمات دي هتطلع للدم. تمام، فالانزيمات دي بتبقى عالية في المايوكاردال انفراكشن. طب ايه هي الانزيمات دي؟ وحاجة اسمها تروبينين اي، وحاجة اسمها سي كي ام بي. طيب السي كي ام بي دوت ميزته ايه؟ تروبونين اي ده بيفضل عالي في الدم لمدة 7 ايام. طيب السي كي ام بي اخره 3 ايام. تمام، فعشان كده السي كي ام بي ده مهم ان هو يعرفني لو في ريسنت انفراكشن حصلت فوق الانفراكشن الموجود. يعني مثلا انا عندي شخص جاي لي مثلا بانفراكشن وعنده انفراكشن اهو وهكذا، وبقالها يعني وقضى معايا مثلا 10 ايام ولا حاجة، فانا عايزه اشوف السي كي ام بي بتاعه، لقيته عالي. تمام، فده معناها ان الشخص دوت حصل له انفراكشن جديده فوق الانفراكشن اللي كانت موجوده. عشان كده السي كي ام بي مهم في ان هو يعرفني الايه، الريسنت انفراكشن. طيب بيقول لي بقى، طيب الشخص اللي هو الام اي دوت بدخل بثرومبوليتيك ثيرابي، او بدخله يعني مثلا لو السبب في الام اي دوت ان الشريان مسدود، هدخل اسلك الشريان، او ايه، او ادي او اهدي حاجه اللي هي ثرومبوليتيك. تمام، طيب بيقول لي لو انا لحقته في خلال 20 دقيقه من الاسكيميا، ممكن امنع حدوث النكروزيس. طيب لو استمر بعدها والانفراكشن زادت كده، مش هقدر اعمل حاجة غير ان انا ايه، امنع بس ان الانفراكشن ما يزيدش وما ياخدش باقي ايه، طبقات القلب. تمام، طيب في حاجة اسمها عندي ريبرفيوجن انجري. ايه معنى ريبرفيوجن انجري دي؟ ان انا مثلا عندي دي جزء اهو ميت من عضلة القلب، انا رجعت تاني الدم لعضلة القلب بعد ما صلحت الموضوع. يعني مثلا لو كان السبب دخلت سلكت الشريان مثلا، خلاص الدم وصل تاني لعضلة القلب. تمام، بس الجزء ده ميت اصلا وداخل له دم، الدم ده هيدخله حاجه اسمها اكسجين فري راديكالز، ويدخله معاها ايه، كالسيوم. فالاكسجين فري راديكالز دي تروح تعمل دامج في الاندو، يعني تروح تعمل دامج معلش في السيلز، باقي السيلز اللي موجوده. تمام، والزائد وفي سيلز يترصف فيها برضو الايه، الكالسيوم، تعمل لي ايه، كونتراكشن، الكونتراكشن باند اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. فالمهم الاكسجين فري راديكالز دي ممكن، يعني مثلا الشخص دوت انا بعد ما عملت له العمليه ورجعت له رجعت يعني رجعت الشريان يشتغل كويس تاني عشان يمد عضله القلب وكده بالدم، الاقي ان الشخص ده الانزيمات اللي هي بتعرفني ان هو عنده ام اي، الاقي ان الانزيمات دي عنده بتعلى، فانا مستغرب هي بتعلى ليه. فدي ممكن تحصل بسبب الريبرفيوجن انجري، ودي مهمة جدا. نبص بقى على السؤالين دول، دول من الداتا بتاعتكم. What is the characteristic feature of angina pectoris؟ أول حاجة، هل هي constant chest pain without relief؟ لا، هي بتريليف by rest و by nitroglycerin. طيب تاني حاجة، البين radiating to right arm only؟ لا، هو بيراديت لل left arm والجو. تمام، ورقبته. تمام، طيب تالت حاجة بيقول انها اتاكس من الريتروستينال بين راديتنج للنيك والجو والليفت ارم. ايوه هي دي صح. رابع حاجة بيقول ان البين ده بينكريز وذ ريست، لا ده هو بيهدى عن طريق ريست، يعني بيديكريز وذ ريست. After 1 to 2 weeks following a myocardial infraction, which of the following histological feature is most likely to be observed؟ بعد اسبوع اسبوعين بلاقي كوجلت نكروزس، لا ده هو بيحصل بعد اول، يعني بعد اول يوم. طيب جرانيليشن تيشو، جرانيليشن تيشو هي اللي بتبدأ تتكون بعد أول أسبوع. لكن كواجريشن نكروز، كواجريت نكروز بعد أول يوم، معلش. طيب الدنس فايبر سكار، لا ده دي بتبقى بعد 3 أسابيع. الليبيد لازم ماكروفاج، الماكروفاج لا بتبقى من 4 لـ7 أيام. يبقى الإجابة هي الإيه، جرانيليشن تيشو.
بس كده سنة تانية. أتمنى تكونوا يعني فهمتوا النقط المهمة في المحاضرة. لو في حاجة ما توضحتش أو حاجة مش فاهمينها قوي أو أنا ما وضحتهاش كويس أو في حاجة برضو في الأسئلة، فايل الأسئلة اللي هينزل لكم إن شاء الله ابعتولي إن شاء الله وأنا أوضحها إن شاء الله على قد ما أقدر. حاولوا بس تتأكدوا من دكتورة المحاضرة في النقطة بتاعة الجرانيليشن تيشو دي، لأن الجدول اللي هي حاطاه في المحاضرة عكس الجدول اللي موجود في الكتاب، تمام؟ بس عشان لو جت في الامتحان وكده. وربنا معاكم إن شاء الله ويوفقكم.